في مصر بعد الثورات المباركة 500 مليونير، وكان قبل سنة 52 مليونير واحد او اثنين يعدون على الاصابع. اتحدى اي مخلوق لو صرح باسم واحد من الخمسمائة، لو صرح لصعقه السلف المقهر فما فعل الخلق. لكننا قوم نملأ الدنيا ضجيجا والقلوب خاوية على عروشها من العمل. لقد هن على انفسنا فهن على الناس، حتى طالعتنا جريدة الجمهورية بنكتة سخيفة لراقصة سخيفة اعف لساني عن ذكر اسمها نكتة. الراقصة لم تجد ما تضحك عليه الا المساجد وائمة المساجد. اسمعوا هذه النكتة التي قالتها تلك الراقصة المصرية العالمية الشهيرة التي تسمى نجوى. اسمعوها اسمعوها. قالت سيادتها ان فاروق جعفر نجم الزمالك ذهب ليؤدي فريضة الجمعة بالمسجد القريب من بيته، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر، الخطيب طبعا بطل الاهلي، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر ولا هاربا. نكت على بيوت الله، نكت على بيوت الله يا شعب زيزو، نكت على بيوت الله، نكت على المساجد. لما صعد الخطيب المنبر ولا فاروق هاربا. هذا هو الذي افلحنا فيه، افلحنا في نجوم الكرة، في نجوم المسرح، في نجوم الغناء. حفظنا الغناء كله وحفظنا الافلام كلها، ومحطة اذاعة القرآن الكريم تبيت تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. مدرستان في القاهرة لا يجيب تلاميذهما على ابسط الاسئلة، لا يحفظون من سورة التوبة هذه الآية: إن المصير خطير، إن المستقبل ينذر بالخطر. هناك نادي في المعادي، نادي في المعادي نشر الأهرام، نشر الأهرام الصادر بتاريخ 3/1/1976 هذا الخبر. نادي في المعادي قام اعضاء مجلس الادارة بتحويل مكتبته الى بار، الى بار به الف راء، بار بار. والبار لا يصلى فيه انما تعلن الحرب فيه على الله. لماذا حولتم المكتبة يا مجلس الادارة الموقر الى بار؟ قالوا لنوسع به. توسعون به ماذا؟ نوسع به البار القديم، المكتبة. ومما يؤسف كثيرا ان هذه المكتبة لم ينشئها المصريون، انما انشأها الانجليز ايام الاحتلال. الانجليز ينشئون مكتبة والمصريون يحولونها الى بار. ابعد هذا الاسى اسى؟ بار يشرب فيه الخمر. هذه تربية اطفالنا، هذه تربية شبابنا. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكد، اللهم من اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، اللهم من اراد بدين محمد سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انك تعلم اننا غرباء فاعز غربتنا.
اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فقو ضعفنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. معاشر السادة الاعزاء، وقبل ان افارق مقامي هذا اريد ان اقول لحضراتكم ان صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة آتية، وصيام عاشوراء على ثلاث درجات. الدرجة الاولى ان تصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشر من شهر المحرم، تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، اي تصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعد عاشوراء بالاضافة الى عاشوراء. الدرجة الثانية ان تصوم التاسع والعاشر. الدرجة الثالثة ان تصوم العاشر. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم، اسأل الله ان يرحمني واياكم. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.